نوصل لعند ضيفتنا يلي صارت أساسية بهالبرنامج. ضيفة عم بتكوني عم بتزيدي جمال على حلقاتنا. سيدة إيمان، أنا أول شيء بدي أقولك أنك كتير طالعة حلوة اليوم بالأحمر. مرسي. يمكن كمان لأن قربنا على كريسمس. أكيد. بدك تحكي عن الأحمر كتير هلأ بهالحلقات. أكيد أكيد. صح؟ هو الأحمر. وشو دارش كمان واحد يلبس بأيام العيد؟ أي ألوان؟ البراون أكيد، الألوان الشتوية لأنه كريسمس نون شتوية. صح. اكيد بدنا البلاك. في كذا لون يعني هلا بنشوف. انا اخترت لهيدي الحلقه كذا موديل جامب سوت. في شيء ابيه بتروحي اذا في مثلا بيج اوكيجن فيها تلبسه، يعني الجامب سوت اول واحد اللي مرق معنا لون نيود. نعم. لاول هيك طلي بتفكري انه هو دريس. صح. بس فعلا هو جامب سوت، يعني اذا يعني هو لو ما ضو الشمس بتحس اول شيء دريس، بس انتم فعلا اخذتوا الصوره بطريقه كثير حلوه. اذا السيده اكيد اذا السيده بتحب يعني تروح برات الدريس بتقدر تروح على هيك ستايل، يعني بتكون هي مميزه بالسهره اللي هي موجوده فيها. نعم. بتكون لابسه هيدا الجامب سوت وكثير حلو وانيق. هون بدنا سيده تكون جسمها كثير حلو لهالجامب سوت. اكيد. وهو هيدا الجامب سوت لون البراون اللي هو دارج هيدي السنه مع هالاكسسوار الشابو اللي على الراس. كمان موجود بدولتشي فيريس شابو. ايه اكيد اكيد. وفي عنا كمان لأول طلي كمان بتفكري هو تو بيسز. هو لا هو بس هو جامب سوت، هو اوفرول يعني واو وان بيس. ننتقل على الجامب سوت اللي لبستيه انت. يمكن هيدا غير موديل. بس بيشبه اللي لبستيه. صح. بيشبهه. هلا هون في هيدا الجامب سوت هو دانتيل مع هيدا الكيب الريد اللي عليه، بس هون بيجي البانت اللي بتيجي كوب سيجارات. انا دي اللي لبسته هو البانت ستريت بانت. يعني هون في كتير عنا تشويسز للسيدة إذا بتحب حسب تلبس فورم جسمها. أكيد حسب فورم إجريها، إذا بتحب تلبسي الكوب سيجارات أو بتلبسي ستريت أو الباد ديليفون. أنا فكرته بكل يعني كل الأجسام يعني. أكيد لكل الشيبس يعني تبعت السيدة. هون بنحكي عن جامب سوت اللي هو بلاك وان مع هيدي سكيرت الكامينال بتنشال وبتنحط. أكيد مع النو اللي هي دارجة كتير هيدي السنة. هيدا لشي مناسبة أكيد كعرس أو أي مناسبة كبيرة. وحتى إذا قصدوا يشيلوا يمكن الطرحة أو هالتنورة ممكن تلبس أكيد على سهرة 100% بتستفيد منه لكذا مناسبة. صح. هون منيجي على هيدا الوايت جامب سوت اللي كتير مميز. بتقدر تلبسه على عدة أوكيجنز. إذا كانت معزومة على عرس بتقدر تلبسه لأنه لو كانت العروس لابسة أبيض وما فيها سيدة تلبس أبيض مثل العروس هون بنطلون بتقدر يعني مسموح لها حتى لكذا مناسبة مثل زواج مدني. صح. أو كتب كتاب أو حتى غالا دينر أو ريد كاربت إيفنت. أكيد. وفي كتير كمان هلأ في طلب على وحلو من الورق على هيدا ستايل العمادي أو الإرباني عم. صح. بيروحوا على هيك لأنه تشويس. الأم بتحب مع بنتها أو ابنها تكون لابسة باج أو أبيض بهالمناسبات تحديدا. هلأ مننتقل لنشوف صورة كمان جديدة جامب سوت أسود. أسود مع هالفتحة على على الإجر على إجر وحدة. كتير لهيك شي سوشيال أوكيجن إذا كان في في احتفال في اي مناسبه كمان كثير حلو مع هالتروكار المانش تروكار فيري كلاسي كثير كلاسي. واذا قصدت هلا في اعراس لانه عم بتصير هلا قول بطل في اوت دور، بس عاده الاعراس اللي عم بتصير اوت دور ليتلي كانوا عم بحطوا شابويات، ففيها تاخذ الشابو معه وتلبسها بالربيع او بالصيف. اكيد. هلا هون كمان على اول لوك بتفكري انه تو بيسز بس هو وان بيس اللي هو هيدا الاوفرول مع هالشك على القبة وعلى الجياب كتير كلاس كتير حلو. وقصة الفي الفي شيب بتعطي كتير هيك رقبة طويلة للمرأة. هيدا الكالر نحن مسمينه ايس بلو كالر. كمان يعني فيات هيك جان مهضوم فيات كتير جان مع الكوب البنطلون شوي بتيجي فلارت
مثل ما حكينا في كذا قصة يعني بالجامب سوت في كذا تشويس للسيدة. صحيح. منشوف هلا كمان نوع آخر من الجامب سوت يلي هو بتحسيه بليزر مع بانتالون. 100% هو هيدا تو بيسز، هيدا انسامبل بليزر مع بانتالون مع جليتري ساتان القماش مع هالبلت على الخصر، والقماش هو بليتد فابريك يعني القماش كأنه مكسر صغير صغير. هيدي القماش كتير دارجة. هلا هيدا بيعطي فيتد سيلوات مع هالكاب على الكاب القصير اللي هي جايه حول الشولدرز تبعو للسيده. نعم. كالر هو الايفوري جولد. اوكي دونك عم نحكي بايات ما هيك؟ هيدا اكيد اعراس راس السنه ممكن. صح. اذا عاملين في شي سهره كمان ممكن ان شاء الله هلا نقدر نعمل سهره حلوه عراس السنه بالنسبه عم نحضر نعطي امل للعالم شوي. هون عم نشوف بلاك، هون بطلنا عم نحكي جامب سوت. نحن هون عم نحكي عن تو بيسز اللي هو الكروب توب مع الفيتد سكيرت. نعم. في كومبينيشن ما بين الليس وما بين الليكرا فابريك اللي بيعطي كتير سكسي لوك لل. صحيح. هون بدي الفت النظر انه هيدي السنه درج السوت يعني السيت تو الانسامبل تو بيسز مع الجامب سوتس يعني دونك درج كتير البدله ودرج الجامب سوت اكثر من يعني صحيح اكثر من الدراسز يعني اذا جسمك كان حلو بتخليها تروح اكثر للجامب سوت. ايه اكيد صح. وصلنا للعرس هلا. اخترنا هون دريس من توقيع دولتشي فيري. هيدي الكولكشن هلا عم ننزلها جديد اللي هي بدنا نروح على غير لوك للبرايد اللي هي بفستان كله شك. شو حلو يعني هيدا مشغول عندكم؟ مشغول عنا هيدا كله شك دريس، ما رح نحكي عنه بالحلقات الجاية للكولكشن هيدا. رح نحكي أكثر نصير عن الكولكشن اللي أنتوا عم بتقوموا فيها تحديداً بدولتشي فيري. يعني بدنا نحكي أكثر الخياطين اللبنانية. أكيد. اليد العاملة اللبنانية. أكيد. وهيدا الشيء نحن بنحبه وبنشجع له أكثر. أكيد. وديزاينات دولتشي فيري. أكيد. سيدة إيمان أنا بدي أشكرك كثير وبدي أقول لك كثير لبقلك الأحمر. ميرسي. بس نحن بعد ثانكيو. هيدي كمان شامون ديزاينر يلي رح يكون ضيفنا بفقرة انترفيو. بس نحن ما خلصنا بعد لأنه في فيديو رح نشوف أكتر هلأ البيسز الجديد عن دولتشي فيري ورح نحكي عنهم بالحلقة المقبلة.